حاجة لله يا عم، والنبي ادينا حاجة لله، ما معناش فلوس ناكل. يا عيني، عيال صغيرين وما معهمش فلوس. يا عيني، ادينا حاجة لله يا عم، والنبي تدينا حاجة لله. وانا لا اكل نفسي وعيالي، اما اديك يا اخويا. يا اخويا انت روخر. الناس كلها يا حمودة معاها فلوس اللحنة، مش عارف نعمل ايه عشان يبقى نجيلنا فلوس. يا عيني علينا، الناس كلها ماسكة فلوس في ايديها الا احنا يا لا حمصة، مش عارف نعمل ايه. فكر كده يا ابني وشغل دماغك. ايه رأيك نشتغل دكاترة؟ دكاترة؟ لا يا عم مش هينفع، لازم يكون معانا شهادة من كلية الطب واحنا لسه صغيرين. طيب نشتغل ايه؟ مهندسين؟ مهندسين ايه يا عم، عايزة شهادة هي كمان واحنا لسه يا دوب لسه في ابتدائي، هنعمل ايه؟ بس ده انا جات لي حته فكره هتجيب لنا فلوس، انما ايه جميله قوي. قول 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 بصوت واطي عشان محدش يسمعنا، قول. تعال قرب عليا كده عشان اقول لك ومحدش يسمعنا ويقلدني. احنا نعمل شحاتين ونمد ايدينا ونقول لله ادولنا فلوس، احنا ما معناش فلوس وغلابه وامنا وابونا سايبيننا. الله على دماغك يا واد يا حمصه، ده خراب، ده هتبقى ايه لعبه يا ولا. حلوه الفكره دي. طب وهنعملها ازاي الحكاية دي؟ لازم نصعب على الناس، يبقى ايدينا مقطوعة ولا رجلينا مقطوعة ولا وشنا متعور، نعمل ايه؟ بس انا اقف قدام العربية اللي جاية من بعيد ديت والعربية تخبطني واقوم اشحت. انت عبيط يا ابني، ما ممكن العربية تخبطك وتموت يا عبيط. اه صح عندك حق، طب نعملها ازاي دي؟ طيب انا عندي فكرة، تقوم وتقعد تضربني بالبواني والشلاليط والحاجات دي كلها لغاية ما وشي يتعور. تمام سهلة الحكاية دي، يلا يا سيدي. طب اضرب كمان. يا عيني خلاص يا عم خلاص كده تمام. تعال انت بقى عشان اضربك كده عشان وشك يتعمل زيي. لا انا اروح انا اعلم على نفسي، ما تقلقش علي. كده تمام قوي، تعال بقى نروح نقعد في الشارع اللي ورا ده عشان نشحت بقى. ادينا حاجة لله يا عم، والنبي ادينا حاجة لله، ما معناش فلوس ناكل. يا عيني، عيال صغيرين وما معهمش فلوس. يا عيني، ادينا حاجة لله يا عم، والنبي تدينا حاجة لله. وانا لا اكل نفسي وعيالي، اما اديك يا اخويا. يا اخويا انت روخر. ده راجل معفن صحيح. يلا 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 حمص، قول الراجل جاي علينا ده بصوت واطي. يلا 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 بسرعه. حاجه قليله تمنع بلاوي كتير، والنبي تدينا فلوس، امي تعبانه وابويا مش لاقي ومكسح وقاعد في البيت. يا عيني، انتوا صعبتوا عليا خالص. خد يا ابني. شكرا يا عم وشكرا، ربنا يخليك ويبارك لك في ولادك وفي صحتك وفي عافيتك. قول انت بقى للراجل اللي جاي ده. يلا حاجة لله، ده احنا مبقالنا يومين ما كلناش حاجة خالص، ده احنا جعانين قوي، والنبي تدينا حاجة لله. يا عيني، عيال وأطفال وقاعدين كده زمان أمهم وأبوهم مش موجودين، أما أديهم حاجة لله. خدوا يا ابني، كلوا البيتزا ديت، أنا كنت جايبها ليا ولعيالي، مش مشكلة كلوها انتم، شكلكوا غلابة خالص وصعبتوا عليا. ربنا يجازيك خير يا عمو، ده احنا جعانين جدا. شكرا يا عمو، ده انها لعبت يالا يا حمودة، اكل وفلوس والدنيا ايه من اجنده، ده حلوة اوي الحكاية دي. حاجة لله حاجة لله. انت ايه اللي معادك انت وهو يالا في الحتة بتاعتنا دي؟ الحتة دي ملكنا واحنا اللي بنشحت فيها، ومالك جر من هنا انت وهو يالا، وهات الفلوس اللي انتوا خدتوها من الناس. انت بتقول يالا عضلات انت، انت عارف انت بتكلم مين؟ احنا وحوش الاسفلت واللي ما يهمناش حاجة خالص، وأعلى ما خلك اركبه. انت قد الكلام اللي قلته ده يالا. اه طبعا، امال ايه، ده احنا بص بعون الله نقوم بيت لوحدنا. ده بيصفر لمين يا لقى؟ بص يا لهوي يا لهوي، ده احنا هناخد علقة لما نقول يا بس. اه لسه هتقعد هنا يالا؟ يا عم انت خدت الكلام على صدرك اوي كده ليه؟ ده انا كنت بهزر معاك. يلا نقوم يا لا حمودة، يلا نقوم. لم 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 الفلوس بسرعة أول عشان ناخدها ونجري بسرعة. يلا يا ولد، والجري نص الجدعانة. ترينها بتيجي بالساهل أولاد ال